انتهي على بكرة أبي ومع السلامة. الخير اللي بوت لنا نحن في السودان إنه السودان رجع، لأنه كان دي مؤامرة كبيرة جدا، والجنجويد بخفلة مننا داريجي يستلموا البلد دي، شوكتهم بتنكسر والمجرم منهم بيتحاكم، وأحلنا برجعوا من معسكرات النزوح واللجوء، بيكون في أمن واستقرار كلي ما نسبي كلي على السودان، لكن الكيزان بيكونوا موجودين، حركات المسلحة بتجي مع جزء من الجيش، الضباط بتاع الجيش بيقسموا الكيكه بيناتهم، لكن في امن واستقرار. وبعد ذاك انت تشوف حاجاتك وتفاصيلك، دير تحارب تاني من جديد، دير تفصل، ما دير تفصل، دير تقعد، ده حاجه بترجع لك. واضح ولا ما واضح؟ الحركه الشعبيه هنا في المحله دي بتكون قاعده في الرف، ما بتكون قاعده ما مشاركه يعني. عشان الكلام يوصل يا جماعه ويكون واضح وشفاف. ما انت ممكن من حقك لا 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 انا والله ما جبت الجنجويد ده، انا ما جندتهم، اي بتاع انا بربي اديني بعيد بكون قاعد محايد، حلو ماشي، تربي ادينا والناس جت طلعوا من الجيش وكلهم فاتوا بقوا حركات مسلحه، المهم اي بندقيتي بندقيتك الجنجويد بيستلم البلد. وبعدين الجنجويد بيستلم البلد، والجنجويد ملايين، الجنجويد لما يجوا ما زينا نحن انه دي مؤسسه 100,000 200,000، لا لا لا، الجنجويد لو 5 مليون بنج 3 مليون دي جت عساكر، برنامجهم كده، تصرفهم كده، دينهم كده. واضح يا جماعه ولا نكرر الكلام ثاني؟ نمشي للثلاثه مقاطع صوتي ولا اربع مقاطع صوتي؟ طيب يا اخوانا، انا شايف العباد الناس كلها تتكلم عن مناوي وجبريل وانه نازل خلاص انضموا للكيزان ودارين يحاربوا. يا اخوانا جبريل ما عنده شيء، جبريل ده حركته كلها مشت مع صندل، لان قال انتخبوا الهناية حقهم واختاروا صندل، لان هم كل بعد 5 سنة عندهم انتخابات بيجيبوا رئيس جديد. هسه حاليا الرئيس الحالي للحركة الشعبية هو صندل. جبريل ده ليه بس من ابناء بيتهم او قسم البيت حقه زي 10 ولا 15 عربيه تبعتنا، ما عنده اي حاجه، هو لو راجل وقت ده ما كان جه دارفور. مني ده ماشي هنا بزينه كده وزول ارزقي وكلب، لكن برضه يعني بلف في دارفور دي، عنده قوه، لان عنده قوه على الارض، لكن جبريل ده ما تخافوا منه. ومني ده هم اصلا الناس دي ساقوه باسم انت رئيس الاقليم ومسؤول من هذا الاقليم، معناته من حق التحمى، هم اصلا شالوه دخلوه في الورطه دي. وانا ذات ببشركم، شوفوا يا ناس، انه الحركات المسلحه دي تتدخل في الوقت الحالي دي من مصلحتنا نحن ذاتها. ليه؟ لان اذا كان خليناهم في نفس الوقت ده ينتهوا من الكيزان وتاني نرجع لهم، هم برضه هيجنوا يقول لك زي ده. اذا كده مين اسيل البلد دي يا اخواننا؟ خليها تتنظف مره واحده، المعانا معانا، ما معانا مع الكيزان. اي يقول لك انا محايد، انا تابع لاتفاق جوبا، يا اخوي اتفاق جوبا ذاته لو ما كان حميدتنا ما كان جاء. هيفكونا من الكلام ده. انا من زمان اتكلمنا في المجموعه ده، قلنا يا اخواننا مني ده اكبر زول عميل واكبر زول ارزقي واكبر زول خاين. جماعه انا ما قالوا يربطوا ده يضربوه في طريق كوستي وبعد داخل القضاء ربطوا. لو كان يا ريت لو كان الكلام ده طبقوه، كان على الاقل وقت ده كان انتهينا مني. لكن بعد ذاك الناس قالوا لا، احنا ما دارين نشعل الحرف دارفور، احنا ما دارين، والناس عارفين انه الزول قاعد بينقل سلاح وقاعد بينقل القادات من الخرطوم وبجيبه من هنا بشيل بودي، الناس عارفين الكلام ده، الجودات ده مونو الشاله من 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 نياله دي. ركز، ده جنجويتي كبير وغريب، ده من المثقفات بتاع جنجويتي، ركز. عشان كده قال لك، شوف قال لك افضل خشوا في الخط، لانه لو انتهينا من الكيزان حنرجع لناس مني، لكن طالما حسي خشوا احسن نسوقهم الاثنين ده. ركز، شو الجنجويدي ده ابن حرام كيف؟ شو الجنجويدي ده ما عنده دين كيف؟ شو الجنجويدي ده ابن غلفه كيف؟ عشان كده قوتنا في وحدتنا، بعد ذاك نحل مشاكلنا، نندق بيناتنا، نشاكل بيناتنا، نقسم دويلات دويلات، يبقى دوله واحده ده بعدين. جنجويدي مخطط ويسخ وعفن، ولكن حسي برضه الكلام ده خوفهم لانه سخنت معه. قال لك شركوا ليه كويس؟ طيب نمشي للمقاطع، المقطع الثاني. ما اسوا حاليا ما جروا دخلوا الفاشل جوا، خلاص خلوهم يخشوا الفاشل جوا. اقوفوا لهم بينهم وبين معسكر كلمه، ما تخلوهم يخشوا معسكر اسمه بشوك اللي هو اسمه منو معسكرهم ده. اقوفوا لهم الخدك، لان لو دخلوا المعسكر ده حي... شفت الكلام ده كيف؟ شفت الليب ده كيف؟ ناس دينهم دين حجر كيف؟ ركز،
انا اخوك، انا اخوك يا حركه مسلحه، انا اخوك. انا برجع التيك توك طبعا بعد شويه، انا اخوك يا حركه مسلحه، عشان نستضيف الناس بالكلام ده بالتحديد، انا اخوك. فشوف انا ما بدور لك الموت، انا ما دا انا ما داير لك الميت امر ما تمشي. فشوف قال لك شوف هاي معسكر زمزم. نمشي للمقطع الثالث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب، مساء الخير عليكم وإن شاء الله طيبين يا أخي. نسأل الله ينصركم جميعا والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. داير أطمن الناس اللي معه في موضوع شائع في مواقع التواصل الاجتماعي في الميديا. أي زول بقول لك يا أخي مناوي انضم للجيش، مناوي وما أدراك من مناوي، ومناوي مناوي يطلع شنو؟ مناوي ده ما يعمل لكم حقوق. اول حاجه داير اوريكم الحاصل كله، برنامج مناوي انضم للجيش. مناوي اول حاجه منضم للجيش من بدايه المساله، اول ما الحرب اندلعت مناوي ما مطبق يدينه وقاعد، اصلا هو مع الجيش وناس لبسوا لبس الجيش وجدوا عرضاغاتهم اصلا واقفين في صف الجيش. دي اي زول عارفه، برنامج محايد ما محايد، حايد شنو هو؟ اصلا مناوي ما قدم خير ولا حيقدم خير ولا عمره يقدم خير، واي زول مفترض يكون عارف الحاجه دي. انا طلعت لايف قبل 3 شهور دخول مناوي او قوات مناوي لنياله، وبلغت الناس وكلمت قوات الدعم السريع والغادات اللي بيني وبينهم تواصل، كلمته مباشر، احذروا من مناوي، احذروا من مناوي. ومناوي نحن عارفين انه زول جاسوس، زول مجرم مشارك الحرب، فده ما يعمل لكم حبوب، خليه يخش وخش وفشله هم مناوي ينبله. تحيه للشاوس والنصر لكم باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان ينصركم ويؤيدكم ويحفظكم ليلا ونهارا، وكل خطوه يا رب تجيكم فيها سلامه يا الله. اللهم احفظ هؤلاء الشاوس، اللهم يا الله احفظهم، والله حاجه تجيكم عافية. فالناس يا جماعه ما ترعبنا وتعمل لنا حبوب وتعمل لنا بالفيديوهات اللي بتميت القلب واللي بتنزل الهمه دي. نحن دايرين حاجه تحمسنا، فنحن واصلين ان عندنا جاهزيه والله، يعني زي ما بقولوا جبال ما بتهزها ريح. مش مناوي لو قامت الشرق والغرب والله ما يقدروا يعملوا حاجه. نحن مطمئنين لو ديل الجاهزيه اللي شفناهم ديل الغاوا من بدايه الحرب، بدوا بالمغاوه. شايف كلهم طبعا في مواقعهم، في تواصلهم كويس، النصر والشهاده. شفتها؟ النصر والشهاده والله العظيم. انت من وين؟ احنا مع الجيش وسلاحنا نشيله من الجيش وذخيرتنا من الجيش، ودي دوله مسموح لها يجيب اي حاجه، الطيران يدقك، المدفعيه يدقك، ما في حاجه اسمه مناوي. مناوي ده ما شخص، مناوي بحركته دي لما تقول مناوي معناته نحن دارفور كلنا، كلنا كده، كلنا كده على بكرة أبينا. عرفت كلامي؟ على بكرة أبينا معلوطة. دقيقة أنا ربط التريب ده. شفت؟ أنت لما تقول مناوي معناته كلنا، وبعدين رسالتي لي مناوي والمناوي يمكن ربما يمكن ما يسمع اللايف ده. وصلوا لي الرسالة دي يا شباب. أول حاجة أنا زعلندوكا، بعدين عشان ما تقولوا والله نحن قاتلنا برانا والناس دي ما وقفوا معانا. أنا وريتكم، اللهم أشهد إني بلغت. أنا كلمتكم قلت لكم أدوكم الزعلندوكا. وانتوا شيلوا نفسكم من الجيش، الجيش الارباط القبضه من الدعم السريع ده خليه يجيكم. ما انتوا الجيش بقى جيبكم واحد صح؟ ما في زور برمي في جيب براه صح؟ جيبكم بقى واحد، حاجاتكم كلها واحده صح؟ شيلوا سلاح من الجيش. طيب رقم تليفون كسر اكتبوا له يا جماعه، اكتبوا له، ويمكن ربما عنده معلومات ولو جاني قله ادب وسخ نقطع فيه جلود لما يكرر. كيف؟ ما بكرر، شير اللايف ده والله ده كله 20 دقيقه ولا 40 دقيقه، اسمعه ثاني من جديد، انا ما بكرر حاجه، بمشي قدام. شيروا، انت ما جيت متاخر ساعه، شيروا واسمعوا تاني. اذا ما عندك زمن تسمع اللايف ده ما في داعي تقعد معانا هنا. طيب نمشي قدام شويه. يكون عندهم مراكز، يكون عندهم ضباط، يكونوا عادين الغزم، توجيهات ذاته تكون محدوده، توجيهات ذاته تكون بتعليمات، بعدك الشغل اذا قالت قودة يلقون في مكان عساكر او في مكان مجاهدين او في مكان مستنفرين صح. لكن ما ممكن زول نايم في مكيف، زول ساكن في عمارة وانت تقول قال انا عندي فزع، وثانيا ديل ماشيين وديل جايين، وبعدها بتدلع لك في مواطن. يا اخي مواطن شنو؟ اول حاجة تستلم السلطة، تستلم البلد بعد الاستخبارات الاسي، الناس المواطنين الاسي، انتوا بتشوفوا مواطنين ديل كلهم استخبارات الجيش مرة على راي قاعدين. ركز، ده يضرب المواطن بعد ده. ركز،
ناس يستنفر شريط والمادر يستنفر اشتري بندقيتك. ركز، قال لك لا من تمسك السلطه بعدك تتعامل مع المواطن، يعني داير يضربه، يعني في حرب طاحن شعواء. كلنا كده مواطنين يجغموا، والمستفرين يجغموا، والجيش يجغم، والحركات المسلحه يجغموا، ونحن هناك كلنا على بق ضربه من حديد لو ضرب بها جبل اللي صار تراب نكسر. شفتها نكسرهم كسره واحده ثانيه معنا. ركز في الموضوع بتاع المواطنين ده، ده كل الصوتيات انا شفت شفت منه، عاملين شايفين الصوتيات، شايفينها كلها كده نم 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 نم. استلمتها انا جنجويت، كلمت انا الحبيب مر ورسل لي واحد من جروبهم، يعني من دقنه وعفتين له جنجويتي كده، بقى زي انتصار يعني، زول بقى بتقول كلمه حق. انتصار ده معانا من زمان في كلمه الحق. فيا اخي قلبه يتليا وقال انا من السوداني وما في داعي اقف مع الغجر دي، فقاعد معاهم في الجروب لكن بيعرفوه ما بيعرفوه، يمكن زول ثقه، زول ثقه ده يعني هتشيله كيف من الجروب، فبيحول لي بيقول لي يا كسر هيستلم.